الله يجزيك. السلام عليكم. اسم كريم رشيد. دابا انا خدام في وفاكاش، خرج بان لي الدخان شوي، كتبان لي العفيف تجهدات وعندي تصاور ديالي، فهمتي ولا لا؟ صورتش هذاك الشيء. ما عرفتي شنو هما الاسباب؟ السبب ما غيكونش الضوء ولا شي حاجه، حيت لا كان الضوء غيضرب كل شيء، فهمتي ولا لا؟ هذا بالنسبه ليا كان شي واحد مشعل شي كارو ولا شي حاجه نسوى شاعله باش تلعب، هي اللي غتكون سبات السبب باش ولا شي لعب. واخا هادشي ما توقع؟ هادشي نقول لك مع العشرة، شي العشرة ونص بحال هكا. كاين ضحايا ولا واحد؟ لا ما خرجوا شي ناس اللي الفوق خرجوا، وشي حاجه ما خرجاتش، اللي تحت ما خرجوش، وهادشي. كيفاش كتلعب فيها مجهده بزاف؟ كانت مجهده بزاف. والناس مساكن تخلقوا، الناس كبار خرجوهم بالسيرومات، اللعيبات خرجوهم وهادشي، فهمتي؟ بقاو في الناس اللي خرجوا. الخير المدني ما تعرفش. وكاين شي واحد كاع اللي ما خرجوش، ولكن بالنسبة لهذيك الحرارة لهذوك اللي لتحت وهذاك الدخان راه غيخنقهم. كان عليهم. كان الإنقاذ بسرعة ولا تشرب؟ ما كانش الإنقاذ بسرعة، فهمتي ولا لا؟ هما دابا خرجوا اللي الفوق وخرجوا شي حاجة قليلة، ولكن اللي لتحت ما خرجوش. ولكن الوقاية جاو في ساعة ولا؟ أنت قرب. الوقاية تعطلوا بالنسبة لشي 15 دقيقة عاد بجوا. حيت دابا هي مع الشعلة قول مع العشرة ونص. ما جاو هما شي 10 وقول شي 11 قال شي ولو شي بحال هكا. واخا هادشي فيت كيوقع هنا؟ لا لا، أول مرة شفت أنا هادشي. شكرا. وشكرا.
شعلت العافيه في الكلينيك اطلس. هو المشكل كان كيغوت واحد السيد تماك في السطح شويه طلعت شعلت العافيه بزاف وعباد الله كيجريو شويه كيهبطوا في عباد الله كيدخلوا من هنا ديال البلوك. ايوا حنا كنعيطوا للبومبيات تقريبا نساعد المكان ما جاوش ما كاين حد. تقريبا نساعد المكان وحنا كنعيطوا لهم ما كاين حد. كاين دخان بزاف؟ كاين دخان بزاف كاين دخان والعافيه وعباد الله كيغوتوا تماك. لا حيت جا في الفوق في السطح ما طلعت دخل. بغيت نعطيكم سميتو راه صورت كل شيء هادشي اللي كاين. ها؟ ما عرفتش واش تقاس شي واحد. الله اعلم الله اعلم. الله اعلم. شفتهم كيدخلوا في عباد الله ولكن ما كيخرجوا في عباد الله ولكن ما عرفتش واش تقاس شي واحد ولا لا. حمزة حمزة اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.